ابني سألني يا أبي أسمع كلام عن السياسة وما دريت معنى السياسة يا أبي. قالوا نظام وقالوا عالم فيه أضواء وظلام واختلط في ذهني وفكري الكلام. يا أبي خبرني يا أبي خبرني يا أبي خبرني شو معنى السياسة. السياسة يا بني في عالم الأنوار حرية وأمل، والسياسة تعرف تكون وطن وتعلم الناس العمل، تفتح أبواب التحاور بين أوجاع المواطن والرئاسة. والسياسة يا بني في أرضنا لعب وكياسة، كنز محروس ومحرم في قصر مولانا المعظم والمدجج والمسيج بالحراسة. والسياسة انت ظل وزال شعبك، تسقي ناسك سم كاسك مر رعبك، وحتى لو زال الوطن ما يهم أوراق لعبك، المهم تظل وتظل الكراسي. والكراسي يا بني فوطاني لعنة بغير قيمة وغير معنى، فرعنة فرعون كفر نمرود والظلم التعيس. والسياسة يجوع شعب يزول من أجل الرئيس، والحكمنا كان طاغي عقل مفكوك البراغي، وما يهمه في المظالم والمآسي. والسياسة وهام في فكر السياسي. يا بني منحت عمري وفات عمري وشاب راسي، واهل الكراسي على الكراسي بلا عقول ولا فراسة يدعوا فهم السياسة. يا اهل السياسة اليوم ثورة شعبنا قالت كلام عن السياسة، قالت ان الظلم غادر، ان صوت الشعب هادر، وان رب الكون قادر يمحق اصحاب الكراسي والكراسي وكل السياسي. ان كان خلي كرسي الحكم واجلس مثل شعبك على الحصير، كون حر في أرض حرة وافتكر يوم المصير، بإيدك تحدد مصيرك بفكرك وشعبك نصيرك، بإيدك تحدد مصيرك بفكرك وشعبك نصيرك، تبني مجد وتزرع حقول الأمل بالتفاهم والمحبة والعمل. وما يهمك في الكراسي يظل شعبك والوطن، ويظل تاريخك زمن، وتزول وتزول الكراسي.